مقابل 10 مليارات دولار فقط، يمكنك أن تصبح واحداً من أوائل سائحي الفضاء الذين يزورون المريخ. وفقاً لرجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، تكلفة الحصول على واحدة من أولى تذاكر الكوكب الأحمر مع شركته سبيس إكس ماسك تخطط بالفعل لأول رحلة طيران في عام 2022. جولات مشاهدة المعالم السياحية إلى المريخ. يريد الجنس البشري استعمار المريخ لضرورة أكثر من مجرد سحر. وفقاً لإيلون ماسك، فإن المريخ هو الملجأ الوحيد الذي يمكنه إنقاذ الإنسان، وقد يحمي الأجناس من الانقراض كحدث مثل الحرب العالمية الثالثة، وقد يحدث الانقراض في العقود القادمة. لكن متى بالضبط؟ 2026؟ 2037؟ أو ربما عام 2058؟ إذا كان إيلون على حق فقد حان الوقت قريباً لحزم حقائبك، لكن قد يكون وشيكاً بحلول عام 2058. أصبح من الممكن ليس فقط رحلة إلى المريخ، ولكن أيضاً قدرة البشر على التواجد على هذا الكوكب الذي لا حياة له. تهدف شركة مارس ون إلى تجاوز وعود ماسك سبيس في سباق السياحة الفضائية. في عام 2012 أعلنوا عن خطة طموحة لتطوير الكوكب الأحمر. بحلول عام 2026 تخطط شركة مارس ون لإرسال كتل سكنية وأنظمة دعم الحياة والأقمار الصناعية والألواح الشمسية والمعدات العلمية إلى المريخ. أعلنوا عن منافسة مفتوحة على المناصب لتكون من بين المستعمرين الأوائل على المريخ. كان من المفترض أن يكون البرنامج التدريبي لهذه الرحلة مدته 10 سنوات. تقدم أكثر من 200,000 شخص من جميع أنحاء العالم لشغل وظائف. هل ستكون على استعداد لترك الأرض إلى الأبد؟ ومن أجل قهر كوكب جديد غير مستكشف؟ اكتب ذلك في التعليقات. ومع ذلك، حتى لو أردت أن تبتعد عن مشاكلك الأرضية، فإن إمكانية الانتقال إلى مدينة على سطح المريخ أمر غير محتمل. للأسف، في يناير عام 2019 تم إغلاق المشروع بسبب نقص التمويل. لكن هذه نكسة مؤسفة لم تثبت عزيمة العلماء. تعمل وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم كل يوم على المشاريع التي من شأنها أن تجعل الرحلة المأهولة إلى المريخ ممكنة. لكن ما ينتظرنا بالضبط على الكوكب الأحمر عندما نهبط هناك أخيراً؟ بادئ ذي بدء، سيكون هناك مناظر طبيعية لا تصدق وإن كانت صحراوية. إذا وجدت نفسك من بين المستعمرين الأوائل، ستستمتع بغروب الشمس الأزرق المذهل فوق الكوكب الأحمر، وستتاح لك الفرصة لزيارة أوليمبوس مونس، أكبر بركان في نظامنا الشمسي. يصل ارتفاعه إلى 3 أضعاف جبل إيفرست، 14 ميلاً أو 22 كيلومتر. لكن لا تنسى إحضار سترتك المفضلة. المناخ بارد على المريخ، وهو ببساطة لا يطاق، بمتوسط حرارة 56 درجة مئوية أو 69 درجة فهرنهايت عند خط الاستواء. بالطبع إنها كذلك أكثر دفناً عند حوالي 35 درجة مئوية أو 95 درجة فهرنهايت، ولكن فقط خلال النهار. في الليل تنخفض درجة الحرارة إلى 73 درجة مئوية أو 99 درجة فهرنهايت. انتظر، ربما ينبغي للبشرية أن تستعمر في مكان ما أدفأ. لكن لا، يصر العلماء على الكوكب الأحمر. وفقاً لتوقعاتهم، بعد التضاريس سيصبح المريخ موطناً مثالياً للبشر. هناك بالتأكيد أساس لمثل هذه التوقعات المتفائلة. المريخ لديه كل ما نحتاجه لدعم الحياة. يوجد الماء والنيتروجين وكذلك الكربون والأكسجين على شكل مشبع. المشكلة هي أن نسبة هذه العناصر ليست مثالية. ثاني أكسيد الكربون 95.3%، نيتروجين 2.7%، أكسجين 0.2 فقط بالمئة. لكن إذا وجدنا طريقة لتحويل ثاني أكسيد الكربون في الهواء القابل للتنفس وتهيئة الظروف للحياة، سنكون أقرب بكثير من تحقيق استعمار المريخ. في الوقت الذي تم فيه إنشاء هذا الفيديو، كان العلماء قد طوروا ما يصل إلى 3 طرق لإعادة تأهيل الكوكب الأحمر. الطريقة الأولى هي تركيب مرايا مدارية بقطر لا يقل عن 250 كيلومتر أو 155 ميلاً. هذه العدسات من المتوقع أن تعكس ضوء الشمس،
ويذوب الجليد بشكل فعال في قطبي المريخ. ستتشبع الأنهار الجليدية، وهذا سيؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة درجة الحرارة. المشكلة هي أن هذه المرايا العملاقة ستزن 200,000 طن على الأقل، وإيصالها إلى المريخ سيكون تحدياً كبيراً. لذلك يحاول العلماء التعرف على المواد الخام اللازمة في الفضاء. الطريقة الثانية تتضمن بناء مصانع لإنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري. سوف تحتاج هذه المصانع إلى البناء الضوئي، يمتص ثاني أكسيد الكربون ويطلق الأكسجين، مما يجعل الهواء مناسباً بشكل تدريجي للتنفس. سيتعين على مصانع الدفيئة أن تعمل بالطاقة الشمسية، بالطبع إن وجدت، لأنه لا يزال من المستحيل نقل محطات الطاقة الثقيلة إلى المريخ. بناؤها على الكوكب الأحمر يبدو أمراً مستحيلاً، لكن يبدو أن العلماء من جامعة نورث ويسترن في شيكاغو اكتشفوا حلاً. حصلوا على أجهزة غبار المريخ في وكالة ناسا، استخدمتها كمواد طباعة ثلاثية الأبعاد، وحصلت على عناصر تعمل جيداً معاً. لذا يمكن أن نحضر طابعة ثلاثية الأبعاد إلى كوكب المريخ ونطبع جميع الأجزاء الضرورية للدفيئة النباتية بمجرد وصولنا. الجواب على هذا السؤال نحن لا نعرف بعد، ولكن حتى لو كانت خطة بناء المصانع لا تعمل، لدى الناس طريقة ثالثة لإعادة تأهيل المريخ. يرغب عالم الفضاء كريستوفر ماكاي وروبرت زوبرين، مؤلف كتاب حالة المريخ، في ذلك استخدام كويكبات الجليد الاصطناعية مع الأمونيا. وفقاً لخطتهم، صاروخ حراري نووي تحتاج المحركات إلى ربطها بطريقة ما بالكويكبات الحقيقية. الصواريخ ستوجه وتجبر الكويكبات، وإن كان ببطء شديد، للتحرك نحو المريخ. عندما تصطدم الكويكبات بالكوكب الأحمر، سيتم إطلاق حوالي 130 مليون ميجا وات من الطاقة. سيؤدي هذا إلى زيادة 3 درجات مئوية، أو 5.4 فهرنهايت. وبسبب ذوبان الأنهار الجليدية، حوالي 1 تريليون طن من المياه على الكوكب. على مدار 50 عاماً، عدة مهام مثل هذه ستخلق مناخاً معتدلاً على المريخ، وتغطي ما يصل إلى 25% من سطح الكوكب بالماء. هل تعتقد أن هذا النهج سيعمل؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف بالضبط سيكون الكوكب الأحمر عندما تنصب كل جهود البشرية هذه المذهلة؟ للإجابة على هذا السؤال، طبق العلماء خوارزمية مستخدمة في تحديد المناطق المناخية على الأرض إلى المريخ. أخذوا البيانات الطبوغرافية على المريخ من وكالة ناسا كملف الأساس، وحصلت على خريطة مناخية محتملة للكوكب. إذا استطعنا أن نصدق النتائج، بعد استصلاح المريخ، ستتمكن من الاستمتاع بعطلة على المريخ كما تفعل في نيس في فرنسا. على سبيل المثال، مقاطعة الإليزيوم اليوم عبارة عن مجموعة من البراكين المنقرضة، لكن بعد ذلك يجب أن تصبح التضاريس منتجعاً شاطئياً حقيقياً. إقليم مارغريتفار أو بيرلاند يتميز بعدد كبير من الحفر والتيارات السفلية، ولكن بعد تغير المناخ المصطنع قد تصبح مارغريتفار جنة حقيقية بمناخ مشابه لمناخ البحر الأبيض المتوسط. مقاطعة كلاريتاس والتي أصبحت الآن صدعاً تكتونياً مهجوراً مغطاً بالثلوج، وسيكون وجهة رائعة للمتزلجين. بالنسبة لأولئك الذين قد يرغبون في اعتبار المريخ مكان إقامة دائم، يوصي العلماء بالاهتمام بما قد يصبح أكثر منطقتين بكثافة سكانية في المستقبل، بروميثيوس، والتي تعرف اليوم بأنها قناة ضخمة لمجرى النهر الجاف، والغرب نوتشس، التي تهم العلماء بسبب كثبانها وقنوات تصريفها. يبدو أن الناس قد فكروا من خلال جميع الجوانب التقنية لاستعمار المريخ، لكن أكثر البقايا التي لا يمكن التنبؤ بها السلوك البشري. كيف سيتفاعل الناس مع بعضهم البعض؟ وما هي الطريقة العادلة لتقسيم هذه المنطقة الجذابة؟ لحسن الحظ، تم طرح نفس الأسئلة أيضاً في جمعية الكواكب البريطانية في لندن. هناك يعمل الناس بالفعل على الدستور المستقبلي للكوكب الأحمر، ومجموعة من القواعد التي تحكم سلوك المستعمرين في المستقبل. وفقاً لعلماء المستقبل والعلماء، في البداية سيعيش جميع الأشخاص على كوكب المريخ في مجتمع واحد، لكن مع مرور الوقت والصراعات التي قد تنشأ ستخلق تمرداً أو ثورة، وربما يكون هناك القبائل المتحاربة
يمكن تجنب هذه المواقف. إذا تم منع الأنظمة الدكتاتورية، تم تطوير وسائل غير عنيفة لمعارضة الحكومة، على سبيل المثال إنشاء ملفات النقابات العمالية كما هو الحال على الأرض، على الرغم من أن القوانين كما ترى لا تساعدنا دائما في حل النزاعات. ما رأيك؟ هل سيتمكن الأشخاص على المريخ من بدء حياة جديدة وتجنب تكرار صفحات حزينة من تاريخ الأرض؟ إذا أعجبك الفيديو امنحه إعجابا واشترك في القناة إذا لم تكن مشتركا. لا تنسى النقر على الجرس لتفعيل الإشعارات لاستقبال مقاطع فيديو جديدة. ابق معنا، لا يزال هناك الكثير من مقاطع الفيديو الشيقة في المستقبل. أجل، ولا تنسى أن توصي أصدقائك بنا، فالعلم أكثر متعة معاً.